السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا يونت 81 Your sister's name and the name of the book. شنو المقصود بهذا الكلام؟ هنا عندنا الستة ملوك. راح نتحدث اليوم على موضوع الستة ملوك. We use as mostly for people or name or animals. طبعا هي الستة ملوك تستخدم للإنسان، يعني للإنسان وللحيوان أجلكم الله، للاثنين، لأن هي تملك. يعني مثلا من أقول توم's computer يعني الكمبيوتر مال توم، أو من أقول Carl's children يعني أطفال كارلس، أو من أقول What is your sister's name يعني what ما هو اسم أختك، أو What's Tom's sister's name ما هو اسم أخت توم، أو من أقول Be careful كن حذرا don't step on لا يعني لا تدوس على ذيل القطة cat's tail. إذن إحنا خلينا نكتب ملاحظة للطالب اللي عنده مشكلة بهذا الموضوع. الستة ملوك تستخدم ما بين المالك والمملوك، ما بين المالك والمملوك. فمن أريد أقول سيارة علي راح أقول علي's car، من أريد أقول منزل علي راح أقول علي's home. هذه بشكل عام، ولازم نأخذ ملاحظة ببالنا أنه تستخدم للإنسان وللحيوان أجلكم الله. زين، ملاحظة مهمة. We can use without a noun after it. نقدر نستخدم الستة ملوك بالأخير، يعني ما نختار اسم وراه. يعني شلون هسا أنا مو قلت عليز بوك لازم أخلي بوك ورا الأس، مو صحيح قلنا؟ ولكن أكو ملاحظة تقول This isn't my book it's my sister's. هذه اكتبها ملاحظة يمك وراح أعيدها أكثر من مرة على مود ثبت المعلومة يمك. عندما تكون هنالك الستة ملوك، عندما تكون هنالك الستة ملوك في نهاية الجملة، يعني بنهاية الجملة دون أن يكون بعدها اسم، يعني اجت الستة ملوك بنهاية الكلمة وما عندي وراها اسم، فإن هذا يعني أن الاسم مذكور في بداية الجملة. بوك مذكور في بداية الجملة، مذكور في. إذن أنا لما ألقى الستة ملوك بالأخير وما ألقى اسم وراء، معناه هذا الاسم موجود بالبداية، راح أعيدها بصياغة أخرى. أنا من أجي على الستة ملوك متعود عليها أنه أكو اسم وراها، شوف كات ستيل كلهم براهن اسم وراها كلمة ورا الستة ملوك. إذن هنا ليش ماكو؟ لأن مذكور بالبداية. هذا وين أبوك؟ شلون تعرفه؟ هو الاسم الوحيد اللي موجود بالجملة يكون. بعد وش عندنا هنا؟ بعد ما عندنا فد أشياء مهمة، بس أكو ملاحظة مهمة. لما التملك يكون أكثر من ثلاثة أسماء، يعني مثلا أقول أم الولد اللي التقينا به البارح، أم الولد اللي التقينا به البارح، هذه ما أقدر أستخدم لها أس التملك، هذا لازم أستخدم لها الأوف، والأوف يعني مثل التملك كان بالضبط، هي تملك ولكن بمعنى آخر. إذن عندما تحتوي الكلمة على أكثر من ثلاثة أشياء للتملك أو ثلاثة كلمات، يعني ثلاثة فوق، ما يصير استخدم لهم الستة ملوك، لازم استخدم لهم الأوف. Boys name شوف اثنين نقدر نستخدم لهم، Women's hat نقدر نستخدم لهم، My sister's room شوف ماكو أي مشكلة. زين هنا عندنا ملاحظة وعندنا مشكلة هنا. لمن الكلمة أو لمن المالك يكون جمع، لمن المالك يكون جمع، يعني من أقول sister's room، sister rooms يعني غرفة الأخت أو غرفة أختي، my sister's room يعني غرفة أختي، أو أقول مثلا يعني brother's room غرفة أخوي. زين إذا كانت الأخت جمع، يعني من أريد أقول غرفة أخواتي، شلون راح أقول؟ شلون ربهيج حالة إذا كانت الكلمة هي أصلاً مجموعة My sister's room؟ اللي أسويه هو أخلي الفارزة بعد الأس مو قبل الأس،
اذا لما تكون الكلمه الاصليه جمع اخلي الفارزه بعد الاس، لما تكون الكلمه المالكه يعني الشيء المالك او الشخص المالك يكون جمع اخلي الفارزه بعد الاس، اخلي الفارزه بعد الاس، نخلي الفارزه بعد الاس. خلي هاي الملاحظه مهمه، ماي سيسترز روم، خلينا الفارزه بعد الاس. زين زين، وخلنا نكتب ملاحظة بعد أخرى. إذا كان إذا كانت الكلمة جمعها شاذ، مثلاً مين، إذا كان جمعها شاذ يعني مو أسد جمع، هنا نخلي الفارزة بعد الأس حتى لو كان هو جمع أصلاً. يعني هسه هنا شوف، من أقول من هاي كلمة سيستر سي أخت، إحنا مو قلنا لازم نضيف أس ونخلي الفارزة بعد الأس للدلالة على الجمع، هنا ما يحتاج أخلي الفارزة بعد الأس لأن هي أصلاً جمعها شاذ، لأن هي أصلاً جمعها شاذ. زين، في حالة إذا عندي أطفال مجموعين وعندي أشخاص اثنين أريد أخلي الفارزة لهم، شلون راح أقول Jack and Karen's children. من أقول مثلاً يعني مثلاً هذه الغرفة طلاب اثنين بالجامعة قسام داخلية، ذولا هذه الغرفة الأحمد وعلي، شلون راح أخلي الفارزة؟ طبعاً الفارزة راح تكون بعد الاسم الأخير، راح أقول علي and أحمد's room، علي آند أحمد سروم. هذه الأس دلالة عليهم اثنينهم، هذه الأس دلالة عليهم اثنينهم. زين، هسا خلي نكتب ملاحظة مهمة جدا، الأس التملك تستخدم مع الحيوانات ومع الإنسان، الإنسان والحيوان أجلكم الله، يستخدم الأس التملك، ولكن مع الأشياء الجامدة نستخدم يعني الشيء الجماد نستخدم وياه أو ما نستخدم وياه أس التملك. يعني يفضل إنه ما نستخدم وياه أس التملك. مثلاً هنا the temperature of water يعني درجة حرارة الماء. The name of the book اسم الكتاب. The name of the book. The owner of the restaurant يعني في شيء جماد يعني في الغالب إذا ما بيها اسم علم أحمد خضير علي في الغالب، يعني إذا مو اسم شخص عاقل أجلكم الله أو حيوان أجلكم الله، يعني اسم عاقل أو اسم حيوان أجلكم الله، ما نستخدم الستملك، نستخدم الأوف. The name of the book. زين، ملاحظة مهمة جدا، مع المنظمات نستخدم أوف. Companies يعني شوف government حكومة شركة government، هذه الأشياء نستخدم إياها أس التملك. كذلك أسماء الأماكن، هاي حالات خاصة، إذن الحكومة الشركات منظمات ذن نستخدم إياها أس التملك، ما نستخدم إياهم الأوف. كذلك عندنا يعني أسماء الأماكن cities trees was population Italian prime minister مثلا مرات مع الوقت هم نستخدم أس التملك، ذن الكلمات لازم يكونوا ينحفظن طبعا، هذه خصوصا هذا بالخط الغامق، ذن يكونوا ينحفظن. الأوقات أيضا بعض الأحيان نستخدم وياهن أس التملك، طبعا هذه حالات خاصة وراح نشوف التمارين ونعرف شنو فكرتهن ونحلهن بالتفصيل. بس لا تنسى اللي بالخط الغامق يفضل انه تركز عليه جر خط جواب تحفظه، مثلا today's tomorrow's each.